وتتضمن الخطة نشر عدد من الوحدات الثابتة والمتحركة لمواجهة الطوارئ وتفقد اشتراطات السلامة في جميع منشآت إسكان المعتمرين وشبكات الأنفاق. خطة مكثفة ومتابعة مستمرة لبذل كافة الجهود لليلة 27 من شهر رمضان المبارك من قبل المديرية العامة للدفاع المدني التي كرست جهودها الميدانية طيلة الشهر الفضيل لتكثف العمل مجددا بزيادة عدد النقاط المتمركزة ودوريات السلامة في المسجد الحرام خدمة للمعتمرين والزوار. استعدادات الدفاع المدني دائما تبدأ من مراحل متقدمة من بداية العام الهجري، حيث تتم دراسة الخطط والملاحظات والدروس المستفادة من كافة الأعوام السابقة التي أبدينا عليها ملاحظات. هناك خطط يتم تبديلها والاستعانة فيها من خلال تكثيف فرق السلامة في منطقة المركزية بصفة عامة، من خلال تثبيت بعض الوحدات الخاصة بالإطفاء والإنقاذ في مواقع محددة تسمح لنا بالوصول السريع إلى مواقع الخطر لا قدر الله. كذلك نستعين بعد الله سبحانه وتعالى خلال وسائل التوعية من خلال بث رسائل توعوية لكافة شرائح المجتمع بكافة اللغات عن طريق رسائل SMS أو شاشات موجودة موزعة على مداخل مكة الرئيسية تنبه المواطنين بالمخاطر المحتمل الوقوع على قدر الله في المنطقة المركزية والاكتظاظ الكبير من المعتمرين والزوار، والتوجه مثلا إلى أقرب مصلى ممكن يؤدي فريضة في حالة مثلا ازدحام شديد في الحرم. الدراجات النارية هي وضعت كوحدات دفاع مدني مصغرة، ومهمتها أنها تنتقل انتقال سريع، كما أن هذه الدراجات محيطة بجميع أروقة المسجد الحرام من جميع الجهات نظرا لازدحام العربات في المنطقة المركزية. كما أن لمركز التحكم والتوجيه فريق متخصص يعمل على مدار الساعة لمتابعة الكاميرات التلفزيونية داخل وخارج المسجد الحرام، وكما يهتم باستقبال وإدارة البلاغات بأحدث التقنيات المستخدمة التي تسهل على فرق الدفاع المدني الوصول إلى موقع الحدث بأسرع وقت ممكن. الحرم المكي الشريف متابع من قبل المختصين بمركز التحكم والتوجيه عن طريق نظام المراقبة التلفزيونية، تغطي الحرم المكي الشريف من جميع أنحائه لسهولة التواصل مع قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف والجهات ذات العلاقة. كما يوجد لدينا بعض الأفراد مختصين في اللغة الإنجليزية لمساعدة المقيمين والزوار الذين لا يجدون اللغة العربية من ناحية الاتصال على 998، فنقوم بخدمتهم عن طريق الزملاء المختصين للوصول لموقع الحالة والمكان المناسب اللي يوجد فيه حالة لا سمح الله. أعين ثاقبة وجهود محكمة باتت تحرس ليل نهار لتنال شرف خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.